السلام عليكم، جبت لكم اليوم واحد الموديل ديال بنيته عندها 10 سنين، كسيوه هكا لهاد الصيف، صيفيه دومي مانش. نتمنى تروق الاعجاب ديالكم. عندي هنا فقط متر ونص ديال الثوب، وفيه متر ونص العرض. طبعا هذا خيط كنشربو في الماء عاد يمكن ليا نخدم به. كناخذ الثوب ديالي كنطوي هكا على جوج، كنعاود نطوي على 4 بهذا الشكل. كنجي للجهه اللي هي مطويه ولا اوبلي، كناخذ العبار هنا ديال 7 سنتيم، كنهبط ب 3 سنتيم، كندير التقويره ديالي بهذا الشكل. كناخذ الكتيف اللي هو 18 سنتيم، كنهبط ب 4 سنتيم، وكنطراسي الكتيف بهذا الشكل. من بعد كناخذ هكا الخط ديال التركيز، كناخذ فيه 16 سنتيم، وكناخذ الربع ديال الصدر 25 سنتيم، وكندير التقويره ديالي بهذا الشكل. من بعد كناخذ الطول ديال الكورساج اللي عندي فيه 37 سنتيم. كنطراسي هكا الخط، وكنطلع هنا بجوج سنتيم. كنحيد الخلف، نخلي فقط الامام، وكنقطع فيه كل في. كنخليه 16 سنتيم، كندخل هنا بجوج سنتيم، وكنتراسي من هاد جوج سنتيم حتى لوكوان هنا ديال الكل بهذا الشكل، وكنقطع. بعد كنقطع لا جوب ديال هاد الكسيوه ديالي، كناخذ لابحر 66 سنتيم، وكنخلي العرض كامل فيه متر ونص في العرض. كنحيد هكا لا جوب ديالي الدوره ديالكم باش ندير واحد الاكمام. عندي هنا 23 سنتيم، غادي نجي لهنا غادي ندير جوج كميمات. هاد الكمام اللي غنديرهم ديال جرس، كم جرس. داك التوب ديالي كنطوي على جوج، من بعد كنطوي هكا على 4، وكنجي لهاد الجهات هادو هكا، كنجي لهاد الجهات هادو اللي مطويين. كناخذ هنا العبار ديال 14 سنتيم على 14 سنتيم، وكنجي لهاد الصبغه كنخلي 12 سنتيم، وكنجي لهاد الجهه هادي اللي مطويه كنخلي فيها 22 سنتيم، وكندير التقويره ديالي هكا حتى هذيك 12 سنتيم اللي درتها اللي هي الصبغه. من بعد كنجي لهاد النقطه هذه كنحاول ندورها هكا، كنعمرها، ما كنخليهاش خاويه مي كنعمرها، كنعطيها هاد لا فورم هادي بهاد الشكل. يعطيني هاد لا فورم ديال هاد لا مونش هكا كوم جرس بهذا الشكل. كناخذ هاد لي دو بوند هكا، كنعطيهم 7 سنتيم في العرض،
و26 سنتيم في الطول اللي كنديروهم في الكول. كناخد الخلف كندير له السجفه هكا، كناخد التويب قليا نطوي على جوج هكا، وكنحط فوق منه الخلف وكنسجفو. كناخد هكا الفيزلين ولا لاطوال كولونت وكنقطع فيها هكا دو فوا، وهادو هما لي دو مورسو لي كندير في الامام في الكولزي. والان بعد ما ساليت معاكم الفصاله غادي ندوزو مباشره للمونتاج تشوفين، خليكم معنا باش تستافدو، وكنتمنى تشوفوا الفيديو حتى الاخير وتخليوا ليا لايك وما تنساوش ليا شي تعليق زوين يليق بالمحتوى وندوزو المونتاج ان شاء الله.